فكر ابحث ازرع صنع كل مجاهد خيله الأمل. خبرة عصفور كريستال اللي تكونت خلال 60 سنة وأيضا تواجدنا العالمي كان بيأهلنا بشكل قوي جدا لمشروعات بالحجم ده وميجا بروجكتس. ده مش أول مرة عصفور كريستال يقوم بتنفيذ مشروعات زي دي. احنا سعداء ان احنا شاركنا في هذا العمل وسعداء ان احنا لينا دور في بناء الحضارة المصرية مرة تانية. وده اللي ادى ثقة كبيرة في عصفور كريستال ان هو ياخد التحدي الكبير. انا شايف ان كويس جدا ان احنا من البداية كان اختيارنا لعصفور كريستال ان هو يشتغل معنا في النجفة دي. احنا لما اشتغلنا في نجفة مسجد مصر كان عندنا تحدي كبير جدا. النجفة دي هي اكبر نجفة في العالم معمولة في المسجد الاكبر في العاصمة الادارية. كان عندنا تشالنج لان النجفة ما هياش منشأ معدني نمطي. ازاي النجفة دي هتنفع تتصنع؟ ازاي هم احتياجهم ايه مننا في التصميم في الرسومات التنفيذية اللي ينفع تدخل تتصنع؟ مرحلة التصميم وجدنا فيها مجموعة تحديات والحمد لله قدرنا نعمل نموذج فراغي. عملنا اوبتمايزيشن لأماكن التعليق. عدنا عملنا دراسات كتير جدا عشان نشوف شكلها هيبقى ايه ونحاول نعمل حاجات تقريبيا بحجم كبير نعلقها في الفراغ على ارتفاع حوالي 50 متر و40 متر بقوناش عشان نتخيل اللي احنا هنصممه ده هيطلع شكله ايه بعد كده في الحقيقة. النجفة طبعا بتقسم لثلاث اجزاء رئيسية، الجزء العلوي او البرج العلوي وده تم استخدام خطوط لينة مستوحاة من الخطوط النباتية الإسلامية. برج العلوي بارتفاع 8 متر مكون من مجموعة مواسير ملحومة يليها 4 طرات بقطر 22 متر وهم على شكل مربعات متقاطعين مع بعضهم البعض عشان يدوني شكل النجمة الإسلامي، والبرج السفلي اللي بيديني إيحاء لما نبص النجفة من أسفل بشكل الزهرة أو شكل النباتي، وبالتالي جمعنا هنا ما بين الزخارف الإسلامية الهندسية وما بين الزخارف الإسلامية النباتية. الرية اللي فوق البرج السفلي حوالي 9 طن، الارتفاع الإجمالي للنجفة 22 متر. لما جينا في الأول نفكر في النجفة أو إن هي هيبقى عندنا نجفة مقاسها 22 متر في 22 متر عشان تتناسب مع حجم القبة اللي هي قطرها أكتر من 30 متر وعلى ارتفاع 60 متر. لك أن تتخيل 22 متر في 22 متر دي يعني تقريباً مبنى سكني بارتفاع 7 أدوار. بعد ما خلصنا مرحلة التصميم ومطابقته مع التصميم المعماري تماماً دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة رسومات الورشة، لأن أي تغيير أو أي انحراف في زاوية التجميع وليكن نص درجة بتعمل فرق ممكن 5 أو 6 سنتي في الآخر، ففي الآخر مش هنحقق الشكل المعماري المطلوب. لما بدأوا يصنعوا في المصنع الأجزاء الأولانية وبدأنا ندخل بقى في التصنيع اللي احنا بالنسبة لنا فرحة كده لكل الناس اللي في المصنع من عمال ومهندسين. ضخامة المشروع كان مخلي عصفور كريستال كأنه خلية نحل شغالة بكل القطاعات اللي فيها متناغمة مع بعض تناغم ممتاز عشان نقدر نوصل لأفضل نتيجة ممكنة ونتغلب على التحديات اللي موجودة في المشروع. أهم حاجة في المشروع كان دايما تسليمات في وقت معين، في وقت قياسي، يوم كذا الساعة كذا. برضو من التحديات الكبيرة جدا في النجفة دي نشتغل فيها عدد كبير جدا من الناس أو الأفراد. الموضوع ما كانش سهل خالص، احنا بنتكلم في عشرات الألاف من الساعات اللي عملها في التصنيع، بنتكلم في حوالي أكتر من 80 وركشوب، بنتكلم في أكتر من 30 فولو أب ميتنج مع الإدارة العليا، بنتكلم في حوالي أكتر من 2500 تاسك كانت نازلة
لكل اللي شغالين في المشروع من الإدارات المختلفة. من الحاجات اللي كانت مؤثرة جداً كمان كان إزاي نوفر العمالة البشرية الماهرة اللي قادرة على تنفيذ مشروع زي ده. مشروع زي ده محتاج مهندسين، محتاج عمالة مدربة مهرة، والعمالة دي متقسمة لقطاعات، وده تنوع في العمالة والتنوع في الأعمال اللي تمت في التصنيع. على مستوى التصنيع للمشروع خصصنا 300 عامل. هم ليهم خطوط إنتاج معينة يمكن يعني تجاوزوها معانا وعملوا حاجات ممكن تكون أصعب وما تعملتش قبل كده. قدرنا نوصل لطريقة في تصنيع الموتيفة الإسلامية باستخدام طبعاً مكنة الليزر كات ومكنة CNC. وفترة كورونا كان تأثيرها يمكن أكتر من المعتاد لعدة أسباب داخلية بأمان وسلامة العاملين اللي شغالين، وإزاي الإجراءات الاحترازية كانت بتأثر على الإنتاجية، وفي مشاكل عالمية في إجراءات الشحن، ودي كانت مسببة مشاكل كبيرة جداً في سلسلة التوريد العالمية. أكبر التحديات اللي عندنا كان في ندرة شوية وفي شوية نقص في خامات النحاس وفي الذهب وفي الحديد اللي كانت مؤثرة جداً في الخطة الزمنية بتاعة المشروع. اشتغلنا سنة على مدار الساعة وردية بتسلم وردية خلال شهر رمضان الماضي، شغالين صايمين، شغالين بنفس الجهد بنفس عدد الساعات لتنفيذ المشروع وتسليمه في الميعاد المطلوب. كنا مخططين لتنفيذ المشروع، وكان في المقدمة الأولى كل تعليمات الصحة والسلامة المهنية للعمال. ما كانش عندنا أي إصابات داخل المصنع أثناء التنفيذ. ده مكان عارف اركب فيه نجفة؟ الارتفاع العالي بتاع المسجد 60 متر، فلازم السلاسل بتاعت لان بتعلى ال 120 لازم انزل، عشان كل ما برفع بصعد السلاسل بتاعت عشان ما اجيش على ارتفاع 60 متر ما اجيش بقى حاجة قادرة اثبت النجفة بتاعتي. كل شوية معايم بييجوا بيرفعوا شوية، انا بطول السلاسل بتاعتي عشان لما اجي اثبت النجفة يبقى ما محتاجش ارتفاع عالي اقدر اثبت. مش بس ان احنا راجعنا على الدايمنشنز وعلى الوصلات وعلى الزوايا والابعاد، ولكن ايضا عملنا بري اسمبلي، جمعنا النجفه في المصنع وتاكدنا ان هي بتركب كويس جدا وفيتنج وبتحقق الشكل المعماري المطلوب. المنشأة الكبيرة دي النجفة الكبيرة اللي 22 متر ازاي تتنقل من المصنع بعد التصنيع للموقع، وايه المراحل اللي هي هتمر بيها، وإدارة التركيبات ازاي هتقدر ترفع نجفة بالحجم ده. دي ملحمة جديدة وتحدي جديد في أرض الواقع. النجفة دي كنت المفروض تركب في 30 يوم، لو مش ظروف طبيعية أركبها في 30 يوم. ننزل من 30 يوم ل 15 يوم. خدت 14 أيام وجبت صناعية ودخلنا في القاعة، والحمد لله جمعنا الفوانيس بتاعت 107 فانوس بلمباتها الكهربائية كاملة يعني. أصعب مشكلة، مشكلة السلاسل اللي نازلة من القبة. لأن دي على ارتفاع 60 متر، وكنا بنجمع السلاسل كنا بنطلع فردين أنا وزمايلي في قلب الونش ونشيل السلاسل دي نجدلها وننزلها على أيدينا. مفيش مقاول خارجي خالص دخل معايا هنا، يعني كانت قالي لو أنت
احتجت باول خارج انه يركب حاجات ده، قلت له لا انا عندي لوت ام ممكن اجيب بتاع محددين من النجف، اجيب بتاع من هنا من الناس بتاعتنا. اتعاملت عصفور من الالف للياء، ورجاله عصفور هي اللي نفذت الحمد لله يعني، ووفينا وعندنا قدره ان احنا نقدر نظبط الوضع والزاويه بتاعه النجفه انها تكون متجهه الى اتجاه المحراب. ده كان موضوع ما كانش سهل. في اخر مرحله في تركيب البرج السفلي في فك البلانكوات، ده كان اصعب جزء، كنا خايفين على الناس جدا، كلنا خايفين على بعض، لان كانت الناس في حته يعتبر خطر، انت بينك وبين الارض 65 متر، بس الحمد لله قدرنا نوصل بيها لبر الامان. نطلع مشروع بالحجم ده لازم يبقى على القدر المسؤوليه اللي احنا نطلع بالجوده اللازمه للمشروع اللي هيشرف مصر في كل المحافل العالميه. خلينا نقول ان المقاسات بتاعه النجفه دي مش مقاسات تقليديه، 22 متر ارتفاع في 22 متر عرض بوزن 24 طن. طبعا تم استدعائنا في جينيس لان احنا حققنا رقمين قياسيين، الرقم الاول وهو القطر، قطر النجفه عشان طول الوتر بتاع النجفه حوالي 22 متر قطرا يعني، وارتفاع النجفه حوالي 22 متر، وليس في الحجم فقط انما كمان في الوزن، وصل وزن النجفه حوالي 24 طن. 22.734. Okay. Then we have around 100 chains. بشكر كل الناس اللي ساعدوني في ان احنا نوصل للمرحله دي. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ادانا الفرصه دي، بشكر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ان هي فعلا كانت دعم لينا في ان احنا نوصل لكده، بشكر عصفور كريستال ان هي قدرت تحقق الحلم ده، بشكر فعلا كل عامل شارك وحتى لو كان بجزء صغير في النجفة دي، لأن فعلا التكامل والتعاون بين كل الأطراف دي فعلا هو ده اللي بيوصل للنجاح. هي يا جماعة احنا فخورين ان احنا كنا جزء من هذا المشروع اللي يمكن ما يكررش الا بعد اجيال كتير. كانت ملحمة موجودة بين العمال والمصنع كله قائم على المشروع لتنفيذه وتسليمه في الميعاد المطلوب. احنا بنعتبر نفسنا سفراء للصناعة المصرية في الخارج بتواجدنا في اكتر من 70 دولة حول العالم. فعلا كان تحدي كبير، وكان تحدي احنا كنا فخورين بيه لانه مشروع قومي لصالح مصر. نقدر نقول انها ملحمة من الابداع، ونقول دايما تحيا مصر. 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 الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة. تحيا مصر.